حقق الحلم بقوة، بكرة أحلى هتحلى طول ما نبضك لسه جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. مفيش حلم بنحلم بيه في حياتنا إلا وليه الباب اللي نازل ندخل، لازم ندخل عن طريقه. وعشان تفتح الباب ده لازم يكون معاك المفتاح الخاص بيه. يعني مثلا نفسك تبقى حاجة كبيرة جدا في المجتمع، يبقى لازم تنجح في دراساتك كلها. مفتاح النجاح هنا هو اجتهادك في مذاكرتك. نفسك تتجوز وتفتح بيت وربنا يرزقك بتكاليف الجواز، هتلاقي مفتاح الرزق هنا هو السعي والتعب والسهر على شغلك ليل ونهار. نفسك ربنا يحقق لك كل اللي نفسك فيه، هتلاقي مفتاح الاستجابة هو الدعاء لربنا سبحانه وتعالى. ومفتاح الوصول لقلوب الناس انك تراعي ربنا فيهم. مفتاح رضا ابوك وامك عنك هو طاعتهم وخدمتك وبرك ليهم لاخر نفس في عمرك. كلها ابواب عمرها ما هتتفتح بتدق عليها ليل ونهار وبس. لازم يكون معاك مفتاح الباب ده. كلها ابواب لاحلامنا في الدنيا اللي بنجري فيها جري الوحوش عشان نلحق ناخد منها اللي نفسنا فيه. طيب بقى بالنسبه للاخره، وكلنا طبعا الجنة بالنسبة لنا هي الاختيار الوحيد اللي ملوش تاني، اللي أكيد كلنا نفسنا فيه. هل عرفت الجنة ليها كام باب؟ طب لو عرفت أبواب الجنة، هل إحنا نعرف إيه هي مفاتيح الجنة ولا لأ؟ خلينا نعرف النهاردة ونتكلم أكتر عن مفاتيح الجنة مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء الأزهر الشريف. لكن الحقيقة قبل ما نبدأ في حلقتنا النهاردة عايزين نروح مع بعض نشوف تقرير مهم جدا. التقرير ده عن شخص جميل جدا اتصل بينا حلقة الجمعة اللي فاتت، وكان بيتكلم على جحود بنته، وجه لها رسالة وقال انه بنته بعدت عنه وما يعرفش طريقها، وانه حصل خلافات بينهم وبين بعض وخدت فلوس منه كتيرة جدا واختفت هي وزوجها، ما يعرف لهاش اي طريق. لكن هو مش بيسأل على الفلوس ومش همه الفلوس، هو مسامح. ودي كانت أجمل حاجة في المكالمة وأجمل رسالة قالها، التسامح، إنه يسامح عشان يبقى قريب من ربنا سبحانه وتعالى. لكن كمان كان بيسأل على حاجة أهم، يا ترى كوني مش قادر أوصل لها، أنا سعيد بس مش عارف، أنا عليا ذنب؟ خلونا نروح نشوف مع بعض قصة عم أحمد ونرجع نكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. أستاذ أحمد. ايوه انا احمد عبد. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا عندي 65 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. الله يبارك فيك ويخليك انت وفضيله الشيخ. انا بس عايز اعرف، انا ليا بنت واحده، والبنت بس انا ايه يعني، معلش، هي دقيقتين او دقيقه. البنت دي هي وجوزها خدوا كل اللي حلتي، سليم؟ انا مش عايز حاجه، بس انا عايز اعرف هما كان رقم التليفون بتاعهم غيروه والسكن بتاعهم غيروه، وانا بتصل ما مش عارف، عشان خاطر مش عايز اكون غاضب ربنا، لكن انا عايز اعرف انا حابب ربنا يعني غلبان عليا ولا ايه؟ انا مش عارف، انا يعني نفسي اعرف. حاج احمد، يعني انا سعيده جدا ان انا جيت لحضرتك، وانت زي الفل وبيتك جميل بيك، وانا مش عايزه النهارده ولا دموع ولا حزن. انا على فكره انا جايه عشان اسلم عليك واقعد معاك شويه واطمن عليك، والناس كلها من بعد مكالمتك ليا في الحلقه تقريبا كل الناس عايزه رقم تليفونك وعايزه تجيلك وعايزه تسال عليك. انا مش عايزاك تعيط، انا مش جايه عشان اعيطك. عارفه ان انت زي ما انت قلت لي كده، انا ما بنساش حاجه وطول الوقت فاكر، لدرجه ان الناس بتقول لي يعني خد ادويه عشان تنسى. الضنا ما بيتنسيش، مش كده؟ طبعا طبعا. وانت قلت ان انت مسامحها. انا مسامح طبعا، لان هي مش قد عذاب ربنا، وبعدين يعني اللي عملته ده انا ما شفتش في حياتي حد عمل في ابوه كده في حياتي. المتبع ان الاب هو اللي بيظلم، هو اللي بياكل حق اولاده، انما
هي تعمل كده. ده انا يعني انا كنت هي يعني بنت وحيده. بنت وحيده ملهاش لا اخوات صبيان ولا حاجه. لا ربنا رزقني بيها على كبر يعني. كنت متجوزت وانا عندي 37 سنه وربنا يعني رزقني بيها وكنت فرحان بيها قوي يعني. يعني انا ما حبيتش بعد ربنا وامي وابويا حد قدها صراحه. طبعا حبيتها قوي ولدرجه كنت يعني اي حاجه تطلبها اجيبها لها. انت كنت شغال فين يا حاج؟ انا كنت شغال في وزاره الاوقاف. وطلعت معايش دلوقتي؟ وطلعت وهي يعني الظروف بقى حضرتك ان والدتها الشاء الكريم ان هو ياخدها من وسطينا. بقى لها قد ايه متوفيه؟ بقى لها 2008 9 سنين. اه هي قبل ما تموت كانت من حوالي 10 ايام 15 يوم فدخلت عليها البيت فبقول لها مالك؟ قالت لي انا في حاجه هتحصل لي. بقول لها حاجه ايه؟ قالت لي في حاجه هتحصل لي وهيطلع دم من هنا. يا ساتر يا رب. اه والله والله اقسم بالله وربي يشهد على كده. فقلت لها يا شيخه انت بتصدقي الكلام ده؟ صلي بس صلي وخلاص. فالمهم فعلا اما العربيه خبطتها حدفتها لفوق راحت جايه في البريبريز والحته دي جابت دم. اه اثنين امها كانت صالحه جدا. انا بكلم اهو بس كانت صالحه صالحه صالحه. هل البنت من بعدها مثلا حست ان انت كنت سبب مثلا في الحادثه زي دي؟ لا 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 كانت كويسه معايا وكنا عايشين ما فيش اي حاجه. عاشت معاك بعد والدتها قد ايه؟ عاشت معايا بعد والدتها كانت يعني هي متجوزه بقى لها سنتين حوالي 6 سنين مثلا عاشت معاك. عاشت 6 سنين. 6 سنين بعدها. ما كانش في اي مشاكل بينك وبينها؟ لا دي كانت يعني لدرجه كانت بتخدمك كانت واخده بالها منك كانت حنينه عليك. دي انا جيت دخلت اعمل عمليه قلب مفتوح كانت يوميا تيجي. هي مكمله دراستها مش كده؟ اه الجامعات اللي هي اللي مع شهاده جامعيه. تمام. فقالت لي انت حاطط الفلوس في البنك كده والبوسطه ده بعد ما خرجت بقى معاش؟ بعد ما خلصت. وبعد ما عملت العمليه بعد ما خرجت على طول. قالت لي طب دلوقتي الحاجات دي حرام هي حرام تحطها في البوسطه وفي البنك والكلام ده. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي انا تاجر لك فيها في الملايات. انا اعرف واحده سوريه بتجيب وبتبيع بتجيب وتبيع واخد منها وبيع جمله. قلت لها خلاص انت شايفه كده وهيصلح من حالنا. ماشي يا بنتي. فبدات اني اجيب لها هات لي 30 هات لي 20 هات لي والولد معاها. فالولد جه بقى ايه جه الولد اللي هو جوزها بقى. فجي قال لي عمي انا عندي في محل عايز اخده. هو معاه بكالوريوس سياحه وفنادق وعايز افتح محل اكل وشرب. فقلت له يا ابني طب ما تروح لامك ولا حاجه ما هو ابوه ميت هو كمان. فقال لي طب انت تعاوننا وتقف جنبينا وهتبقى معانا شريك برضك او حاجه تشغلك في المعاش وبتاع. فالمهم راح وراني المحل في السيدة عائشة وطبعا ده ميدان وفي يعني حركة في حركة كتير. فقلت ايه ما هو برضه هيعم علينا كلنا. وهي البنت بنتي وانت برضه تبقى يعني واعمل لي حركة انزل. فخد مني 60,000 جنيه. فالمهم كنت بثق فيه كنت بثق فيه جدا. ده بقى كل الكلام ده بعد ما اتجوزها؟ بعد ما اتجوزها. فالمهم جيت حضرتك ايه يعني يعني بصيت لقيته الولد يعني فعلا شكله كده بيخاف عليا. فلدرجه كنت بقول له يعني انا ربنا رزقني بك يا ابني عشان خاطر انت تبقى ابني هتبقى ليا وهتخاف عليا وهبقى لو جرى لي حاجه انت هتبقى يعني هبقى مطمن على بنتي معاك. فاجراني ده كان كل ده يعني هم خططوا هم الاثنين هم الاثنين. وبعدين هو يعني منه انما هي طب انت مش كنت بتنزل معاهم المحل وراح وراهولي
بس لكن ما نزلتش اشتغلت. لا المحل فاضي. المحل فاضي قال لي هو ده. وديته بقى الفلوس عشان يشتري المحل، فما تعرفش اشتراه ولا ما اشتراه. لا ما هو قال لي انا كنت بثق فيه. كنت بثق فيه جامد. طب انت رحت عند المحل ده تاني سالت عليهم؟ كنت في الوقت ده بقى العمليه ما بقدرش، حتى لدرجه تتحرك. هي البنت كانت تاخد البطاقه العلاجيه وتروح تجيب لي العلاج بتاع كل شهرين. قول لي يا حاج احمد، انت من امتى علاقتك بيها اتقطعت خالص وهي اختفت ما عرفتش توصل لها؟ بقى لها دلوقتي بتاع 8 شهور. ما اعرفش حاجه عنها خالص، عايشه ميته ما اعرفش، حتى خلفت ما اعرفش. غيرت رقم تليفونها وغيرت عنوانها وكل حاجه. غيرت رحت العنوان هناك بقى قالوا لا مش هنا. طب اخر موقف بينك وبينها قبل ما تختفي كان ايه؟ اخر مره كنت فين؟ كان حصل في خناقه بينك وحصل مشكله. كان في واحد اللي هو في منزله عمه. عم الولد. فرحت له يعني عشان يتدخل يعني ويخلصنا من المشاكل دي كده اهو. فالمهم الراجل يعني رحب وبعد جابها. فالمهم قالت لي طب انا ممكن هدي لك 60,000 جنيه. والله العظيم. قلت لها كتر خيرك ماشي. قلت لي بس اما اروح لمحمد هكلم معاه وبرد عليك. قلت لها طيب ماشي. فراحت ما رجعتش ولا اعرف بقى من ساعتها حاجه عنها، ولا شفتها بقى خالص ولا حاجه. فالمهم راحت البنت برضك يعني الله يسهل لها، اتصرفت في الشقه برضك. طب وهي كانت باسمها؟ لا. طب ازاي تتصرف؟ انا كنت عامل لها توكيل عام. انت عامل لها توكيل؟ توكيل عام. عايز تقول لها ايه؟ انا عايز اقول لها من غير ما تعيط والنبي، طب صلى على النبي، طب بلاش 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 نقول لها حاجه. نقول لها الله يسامحك، ونقول لها ان الاب ما بيتعوضش. انا مسامحها ليه؟ لان هي مش قد العذاب، عذاب الدنيا هي مش قده. هي مش هتقدر. ده انا كنت يعني قبل ما يحصل كده كنت ببقى قاعد معاها واقول لها خلي بالك انتبه، اوعي تظلمي، لانك انت لو ظلمتي هتشوفي عذاب الدنيا وانت عايشه، هتمشي في الشوارع ومش هتلاقي حبيبك. اوعي اوعي تظلمي، والشقه هتبقى ستر ليكي. انا مش عايز حاجه خلاص من الدنيا. تقول لي لا 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 لا، ازاي يا بابا؟ لا انت كلامك بيخش هنا ما بيطلعش. اضحك عليا. انت قلت انك مسامحها يا حاج. انا مسامحها، وربنا يا رب يعني يرد لها عقلها وينور لها بصيرتها. والله العظيم الفلوس دي جبتها عشانها، والله اقسم بالله جبتها عشانها، اللي ما تستاهل. فانا معاشي كله، معاشي كان كام؟ كان في الوقت دوت من سنتين 970 937 كان بياخدوا مني 432. قلت لها بنتي انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس، ادفعي لي. طيب دول، طب هروح اكلم محمد. محمد تلم على الفلوس كلها، محمد بقى هو مسيطر على الفلوس كلها. وما طبعا يعني اكيد بتقول له لها لا، هو ده هي الله اعلم بيها. الله اعلم حالها دلوقتي، هي مش موجوده وما نعرفش عنها الله حاجه. يسهل لها ربنا يعني يردها لك وتعرف غلطتها وترجع تراضيك، وربنا يهديها يا رب. انا ويصلح حالها. انا ما كنتش مش جاي عشان ازعلك، ولا جاي عشان اخليك تعيط. حط ده ذكرى كده مننا من برنامج وبكره احلى، وان شاء الله بكره يبقى احلى بيك يا رب. وان شاء الله ترجع لك بالسلامه وتعرف غلطتها وان شاء الله تكون كويسه. انا نفسي قبل ما اموت اشوفها. ان شاء الله هتشوفها. بعد ما
ما صورت مع حاج احمد وزي ما تعودت في كل برامجي ان انا لما ببقى سامعه من جهه واحده ما بحكمش على الموضوع الا لما بسمع من الطرفين. فانا سمعت من الحاج احمد بس قصته وقصه بنته. اذا كان كلام الحاج احمد حقيقه وفعلا كل الاحداث دي حصلت والبنت فعلا مش موجوده، انا عايزه بس اقول لك كلمتين ويا رب تكوني سمعاني. لو قصتك مع باباكي فعلا هي قصه حقيقيه، الاب والام مفيش اي حاجه في الدنيا بتعوضهم، مفيش اي حد في الدنيا ممكن يسندك ويستحملك لو وقعتي ويستحملك في ازماتك ويشيلك بكل مشاكلك وكل حاجه في الدنيا الا ابوكي وامك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصانا بيهم. لا زوج بينفع ولا اخ بينفع ولا اخت بتنفع ولا صديق بينفع ولا جار ولا خال ولا عم ولا اي حاجه. الاب والام هما السند الحقيقي في الدنيا. يوم لما بيروحوا من الدنيا، في دايما مقوله كده بالبلدي بتتقال، الظهر الواحد اتقطم. يوم لما ابوه وامه ما يبقوش موجودين في الدنيا ظهره بيتقطم. انتي قطمتي ظهرك وابوكي عايش لسه في الدنيا. الحقي نفسك وارجعي لابوكي تاني واطلبي رضاه عشان ربنا يرضى عنك، لكن لانه طول ما هو مش راضي عنك حتى لو من جواه بيقول مسامحك. ربنا يسامح في اي حاجه الا حقوق العباد. فالحقي وارجعي لابوكي رضيه عشان ربنا يرضى عنك. والله اعلم. احنا سالنا وقفنا مع الجيران بتوع الحاج احمد وسالنا واتكلمنا، لانه زي ما قلت في التقرير احنا بنسمع من جهه واحده. الله اعلم الحقيقه فين وملابسات الموضوع ايه، لان احنا ما نعرفش الطرف الثاني. كان لابد اننا نسال الجيران ونسال حواليه، بتشوفوا بنته هو في ليه بنت ملوش بنت؟ قالوا ان هو عايش في البيت ده هو وزوجته وحماته كمان عايشه معاهم في البيت. البيت ده شقه صغيره جدا جدا جدا، بس ربنا مبارك له فيها لانها كلها قران وكلها صلاه وكلها تسامح. والجيران كلها الحقيقه شهدت له بانه راجل في حاله وراجل محترم جدا، ومن الجامع للبيت ومن البيت للجامع. يعني اب اي حد في الدنيا يتشرف ان هو يبقى ابوه، كفايه طيبته وحنيته وتسامحه مع ربنا سبحانه وتعالى. شيخ محمد ابو بكر منورني، واحنا بنتكلم عن ابواب الجنه وبنتكلم عن مفاتيح الجنه، بس يمكن واحنا قاعدين انا وفضيله الشيخ وحقك عليا، لان انا قلت له يا ريتني كنت خدتك معايا او حضرت معانا التصوير، وهو زعلان مني دلوقتي ان انا ما خدتوش معايا عند الحاج احمد. وقال لي حاجه مهمه قوي، وقال لي جمله جميله قوي، انا الحقيقه فخوره بالكلام اللي انت قلته، لانه ده لما يطلع من برنامجي اكيد دي حاجه انا اكون فخوره بيها جدا. هسيب لك انت تقول بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين والمرسلين، صلي يا ربي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. بادي ذي بدء، حياك الله على ما نقلتيه إلينا، وإن كنت أدمعتي وأدميتي قلوبنا قبل أن تدمع عيننا، لكن حسنا فعلت وزارة الأوقاف حينما رأت مثل هذا الموقف، فجعلت اليوم خطبة عن كبار السن وعن حقوقهم وعن بر الوالدين. وحسنا فعلت حينما خاطبت الشباب بأن يبروا كبار السن عامة وأن يبروا آبائهم وأمهاتهم خاصة. والحقيقة وإحنا النهاردة عايزين نتكلم عن مفاتيح الجنة زي ما احنا محضرين، كنا قلنا لما شفنا التقرير احنا كان لازم نتكلم عن بر الوالدين. العجيب العجيب ان حضرتك واحنا بنتكلم عن مفاتيح الجنة وهكلمك على مفاتيح الجنة اللي هي جنة العموم، لانه ده 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 مفتاح من ضمن مفاتيح الجنة. ده اول مفاتيح الجنة طبعا، اول مفاتيح الجنة. وهكلمك على جنة العموم. جنة العموم، واتفقنا قبل كده ان جوه في الجنه درجات. اهو الموقف بتاع بر الوالدين ده مش اول درجه وبس او اول مفتاح وبس، انما اللي بيدور على الجنه النهارده وعايز النهارده مستني من الاسبوع اللي فات بشغف عشان يسمع اول مفتاح الجنه او اول مفاتيح الجنه،
ده انا النهارده بقول لك اضمن لي بر والديك اضمن لك 10. يا سلام. مش بضمن لك حاجه واحده، انا بضمن لك 10. خد معايا اول حاجه ضمان من عذاب القبر، وضمان من فتنه المحيا وفتنه الممات، وضمان من الفزع الاكبر، وضمان من سوء الخاتمة، وضمان في الدنيا من الهم والحزن والدين. ده في حاجة كمان في الدنيا فضيلة الشيخ، اسمح لي. تفضلي. طاعة الأب والأم في الدنيا ليها مذاق خاص وليها طعم أحلى من طعم السكر، يعني كمان هي متعة، هي مش بس راحة في الجنة وإنك تنول شرف دخول الجنة أو باب أو مفتاح من مفاتيح الجنة، ده هي كمان في الدنيا ليها طعم حلو. ما هو أنت عارفة لما كنا بنتكلم عن المقابر طبعا هترجعنا تاني نزور قبر أبونا وأمنا طبعا، وقلتلك عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يمر عليه شهر إلا ويستأذن في زيارة قبر أمه. على الرغم أنه هو نبي، وعلى الرغم من هو خاتم النبيين والمرسلين تولاه ربه وتعهده بالرعاية، إلا أنه كان يشتاق إلى أمه لدرجة لما وجد حنوا من أم أيمن قال لها أنت أمي بعد أمي، ولما وجد عطفا وحنانا من فاطمة بنت أسيد زوجة عمه أبي طالب قال اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسيد، لدرجة أنه هو فرش لها القبر بيده ووضعها بيده، وقبل ما يحطها فيه في القبر الضجع خلع قميصه وافترشه في القبر، والضجع فيه يعني نام فيه مكانه، وقام وقال اللهم بحقي وحق النبيين من قبلي اغفر لأمي فاطمة بنت أسيد. فنزل جبريل قال يا رسول الله ولن ينجو من ضمة القبر إلا فاطمة بنت أسيد. تخيلي ان البار بوالديه الله سبحانه وتعالى بعد ما وقال 5 دول يديله 5 تانيين، ايه هم بقى؟ ضمن له الله السعادة في الدنيا، خلي بالك، ضمن له الله السعادة في الدنيا والنظر الى نور وجه الله يوم القيامة، خلي بالك، وتوبة قبل موته، وختمة بالحسنى، ونطقا بالشهادة. ولذلك سيدنا موسى بن عمران كليم الله لما قال يا رب أرني رفيقي في الجنة، أرني رفيقي في الجنة، تعرف الشعرة لما بتشيب الشعرة الواحدة، ويمكن احنا شباب ونبص كده نقول شعرة فيا شابت، تخيلي الله سبحانه وتعالى إذا شابت شعرة في الإنسان يقول يا ابن آدم استحي مني فإني استحي من شيبك يوم القيامة. تخيلي بقى حضرة النبي لما يجل الشيب دوت لدرجة ان يوم فتح مكة في سنة 8 هجرية ابو بكر جايب ابوه ودخل على حضرة النبي وابوه كافر، فسيدنا النبي يقول له ما فعلت يا ابا بكر؟ ايه اللي انت عامله ده؟ انا جايب ابويا ليك يا رسول الله. يقول له هو حق ان اتيه انا، ده راجل كبير، انا اللي جيله مش انت اللي جيبهولي. موسى بن عمران قال يا رب أرني رفيقي في الجنة، قال يا موسى اجلس على هذا الطريق فأول مر يمر عليك هو رفيقك في الجنة. سيدنا موسى جلس لقى راجل زي حالتنا عادي خالص، ليس كسرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا زكاة، مر عليه قال له خدني معاك أنا ضيفك، فنزل عليه ضيف فلقاه أمره عجيب قوي، لا إيه اسمعوا، لا ان هو بياكل وبيشرب زي الناس، بيصلي زي الناس، بيصوم زي الناس، غير ان معه امراه عجوز يقوم على خدمتها وعلى امورها وعلى شؤونها. فساله موسى من هذه؟ قال امي. قال اما تدعو الله كالله بشيء؟ عمرها ما دعت لك بشيء؟ قال تدعو الله بدعوه واحده ارجو من الله ان يتقبلها. قال له بتقول ايه؟ قال كلما انتهيت من خدمتها قبلت يدها فرفعت يديها الى الله وقالت اللهم اجعل ولدي رفيق موسى بن عمران في الجنه. يا سلام. انا عايز اسال حضرتك عن البر. هو البر بيمتد حتى بعد وفاه الاب والام؟ هاخد التليفون ونجاوب. اتفضلي. مدام ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
الله يخليكي. معلش بس انا ليا سؤالين عند حضراتكم. اتفضلي استاذنك علي صوتك بس شويه صغيرين. حاضر. الاولاني انا بس حضرتك احنا انا عندي 3 بنات اخواتي، والدي ووالدتي متوفيين من حوالي 5 سنين بالظبط، وانا وقتها كنت متزوجه، فزوجي بقى خيرني يعني اخواتك يقعدوا معاكي يا اما حياتنا يا اما اخواتك، فانا اخترت. هم اخواتك كانوا اصغر منك يعني وانت اللي كنت متوليه امرهم؟ بالظبط كده حضرتك، لان والدي ووالدتي الاثنين توفوا، فهو خيرني فانا اخترت اخواتي، فهل انا كده عليا وزر لاني ظلمت يعني ظلمت الولد اللي معايا؟ انت اخترتي ما ظلمتوش. انت معاكي ابن منه؟ اه معايا ولدين، مش ولد، معايا ولد 15 وولد 3 سنين، يعني كان وقتها لسه كنت انا حامل فيه، فانا كنت بسال دلوقتي هل انا كده ظلمت؟ واخواتك وقتها كان عندهم قد ايه؟ اخواتي كان عندهم اللي عندها 12 واللي عندها 16 واللي عندها 10، فكانوا لسه صغيرين يعني كانوا لسه صغار، فانا اخترت اخواتي، هل انا كده ظلمت اللي معايا ولا ما ظلمتهم؟ ظلمت ولادي الاول ولا ما ظلمتهمش؟ انا خلاص انفصلت، دي حاجه. الحاجه الثانيه انا عندي اختي الصغيره خالص 14 سنه دلوقتي، يعني هي حاليا 14 سنه، فهي انفجرت فيها الانبوبه من حوالي 10 ايام بالظبط، الأنبوبة ضربت فيها. يا ساتر يا رب. مطلوب لها عملية ب10,000 جنيه، هي ب10، أنا معايا دلوقتي 5، بس أنا والله العظيم مش معايا، مش عارفة أكمل، مش عارفة. طب سيب لنا رقم تليفونك يا آية، سيب لنا رقم تليفونك. طب خلينا ناخد أستاذ محمد ونجاوبها على الأسئلة. طب أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. أنا ليه عند حضراتكم سؤال واحد بس. اتفضل يا فندم. انا معايا اخواتي الولاد عاملين موجعين بيني وبين والدتي. عاملين مشكله بينك وبين والدتك؟ اه بيقولوا كلام وحش علي على طول، ومخلينها مقطعاني جدا، ولا بترد عليا ولا بتكلمني ولا اي حاجه. طب ما حاولتش تروح لها ليه يا استاذ محمد؟ لا ما حاولتش اروح لها، هي قاعده مع اخواتي، وانا كل ما اروح رحت مرتين عملت معاهم مشاكل كتير. استاذنك علي صوتك بس شويه. روح حاولت اروح لها مرتين وعملت معاهم مشاكل، حاولت اروح لها مرتين. طب وهم ايه يعني، هي عايشه معاهم ولا هم اللي معاها؟ هم اللي معاها، هو واحنا كلنا عايشين في خير اهالينا، يعني سواء البيت اللي انا قاعد فيه ده بتاع امي، والبيت اللي احنا فيه ده برضه بتاع امي اللي هم فيه. تمام. حضرتك متجوز وقاعد؟ لا انا لسه شابك، ما المشكله جت هنا لما انا رحت بقى، رحت شبكت ومن غير امي، زعلت خالص اكتر واكتر. عشان هي مش عايزه تروح معاك، ولا حضرتك رحت كده من غير ما عرفتش اوصل لها، حاولت ابعت لها عشان تيجي معايا. يعني هو المشاكل من قبل ما، مش خاصه بموضوع الخطوبه؟ لا لا ده من قبليها بكتير. يعني بقالي اكتر من سنه ونص او سنتين ما شفتهاش غير مره. وهي رافضه تقابلك؟ نهائي، ولا ترد علي. طب مفيش خال، عم، حد من قرايبكم يتدخل؟ هو في كتير، بس طبعا احنا ما محدد الموضوع كده، مش مدخل حد فيه خالص. طيب حاضر. وبعاد عننا يعني، مفيش خلطه كتيره. طب مين اقرب حد ليها؟ مين اقرب؟ اختي بس هي اللي بتواصل بينها وبيني. طب هي بتقول لها ايه؟ بتقول لها انها مش رافضه تقابلك؟ اه، ولا ترد عليا ولا عايزاني ولا عايزه تسمع صوتي نهائي. طيب اسالك سؤال صغير قبل ما فضلت الشيخ يجاوبك. اخواتك المشكله اللي عاملينها بينك وبين، هم عندهم حق فيها؟ يعني انت في غلط غلطته وهي زعلانه منه، ولا هم بيقولوا كلام ما حصلش؟ الحق في جزء حق وزياده عليه، يعني في جزء منه اكيد، في جزء منه في زياده عليه، اي انسان ممكن يغلط. طبعا طبعا. بس في زيادة عليه كبيرة خالص من اخواتي أولاد. طب ما طب وجه لها كلمة كده صغيرة ربما تكون سمعاك، وبعدين فضلت الشيخ يعني قول لها لو انت حاسس. طبعا انا نفسي اجابلها مش اكتر، او تقعد معاها بس. طيب ان شاء الله تقابلها يا استاذ محمد. حاضر تابعنا. هستأذن حضرتك فضيلة الشيخ، نطلع فاصل ونجاوب بعد الأذان ان شاء الله. مشاهدينا فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا.
حضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء الأزهر الشريف. أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم. شيخ محمد، قبل ما نبدأ نجاوب على الأسئلة، مكالمة آية اللي كانت موجودة معنا قبل الفاصل. الحمد لله الناس اللي بتسعى للخير كتير جدا، وفي حد فعل خير تكلم وهو متبرع بحالة أختها، إن شاء الله ربنا يجعل الشفاء بإذن الله من عنده. وكانت آية فضيلة الشيخ بتسأل على إنها ضحت بزوجها وبحياتها الزوجية واستقرارها علشان خاطر كان والدها ووالدتها متوفيين ومعها 2 اخوات صغيرين، وكان الزوج رافض وجود اخواتها معاها، وهي معاها برضو ولدين، فتم الطلاق وعاشت تربي اخواتها والولدين، فهل هنا عليها وزر؟ خلينا ناخد محمد وآية مع بعض في حاجة واحدة. تمام. اللي هو المفتاح الثاني من مفاتيح الجنة اللي هو صلة الأرحام. ومهم جدا، ما عجبنيش في مكالمة محمد ان هو ما فكرش يروح. محمد انت بتترك الابواب من بعيد. يا محمد انا عايزك تروح على باب امك وتطردك عشان تلاقي عذر قدام ربنا تقول له عليه. وانا عايز اكلم كل الناس، مش محمد بس، انا عايز اكلم كل اللي سامعني وشايفني دلوقتي. اوعى تفتكر اذا كانت الاستاذة لميا اختي وانا زورها وهي تزورني فهو دي صلة الرحم. لا، ده حاجة اسمه تبادل. تصل من قطعك. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل من قطع. يبقى أنا عايزك إيه؟ أنا عايزك، وما تقوليش كرامتي، لأن إحنا اتفقنا إن عشان تروح تجيب الجنة سلعة الله غالية، ومن أراد أن يشتري السلعة فليدفع المهر. المهر في صلة الرحم علشان تروح مهم جدا، وده أنا بقوله وبكرر، علشان تروح على بابه ويطردك وترجع تاني ويطردك وتالت ويطردك وتالت ويطردك، فتعمل مجموعة من الحسنات. انت هنا اسمك واصل الرحم. لكن اللي بيروح يزور أخته ويزور بنته ويزور خالته ويزور عمته، ده مش واصل رحم، ده مكافأة. انت رايح زارتك بتزورها بتطمن عليها. لا، انا عايز القطيعة. ولذلك ربنا في القرآن الكريم لما اتكلم عن الدرجة دي قال ايه بقى؟ مش اي حد يعملها. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ولذلك لما نزل قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إيه يا جبريل؟ قال أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتحسن إلى من أساء إليك. دي هي القضية، هي الجنة هنا. اللي سبق وقلت لك قبل كده إن صلة الأرحام تزيد في العمر وتزيد في الرزق وتزيد في الآجال. إمتى؟ حينما تصل من قطعك. عشان كده أنا كنت أرجو من زوجي آية أن ينال الثواب الأعظم وأن ينال الثواب الأكبر في أن يجمع بين الحسنيين، لكن أقول قدر الله وما شاء فعل. لكن عايز أقول لأختنا آية، ده أنت يوم القيامة أنت ما ظلمتش نفسك ولا ظلمت ولادك، ده أنت يوم القيامة ستزاحمين رسول الله على باب الجنة. أفضل الصلاة والسلام. والله أنا كان وسلم. نفسي أقول لها الله يبارك لك، بس خفت ليكون ردك عكسي، فقلت لا بلاش اسكتي. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إن كادت لتسبقني. هنيالك بقى يا آية، ستسابق يوم القيامة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة. من هذه يا جبريل؟ قال له دي كافلة اليتيم يا رسول الله، دي الساعية على اليتيم. هنيئا لك، هنيئا لك. 3 بنات، شوف الدرجة الثانية، 3 بنات. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رزق ب3 بنات فأدبهن وعلمهن كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فالصحابي قال له واثنين يا رسول الله؟ قال له واثنين. واحدة يا رسول الله؟ واحدة. هنيئا لك هذا الأجر العظيم، هنيئا لك هذا الأجر الجزيل، هنيئا لك هذا الأجر الذي ما بعده أجر. بنات 3
يتيمات نلت بهن رضا الله سبحانه وتعالى، لأنك عكفت عن الدنيا ورضيت بما عند الله. وعايز أقول لك آية، ما تحزنيش، إنما لابد وأن تقر عينك بما عند الله، لأن ما عند الله هو خير لك وأبقى. وأخونا محمد مرة تانية وتالتة، اذهب إلى أمك بنفسك، لا تجعل بينك وبين أمك رسولة، وإنما روح لها واترك بابها واعتذر إليها حتى وإن طردتك، لأني قدام ربنا هذا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مرحبا بحضراتكم مشاهدينا، معنا مره تانية، معنا النهارده فضيله الشيخ محمد ابو بكر من علماء الازهر الشريف. اكيد بنرحب باتصالات حضراتكم واسئلتكم. ناخد مدام عواطف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. عايزه اسال سيدنا الشيخ بس على سؤال. اتفضلي. انا كان معايا بنتي مريضه بقالها سنه ونص على السرير، انا كنت بخدمها، انا ست عندي 70 سنه. ربنا يديكي الصحه يا رب. والله يرحمها، توفت يوم 14 يوم 18 الشهر اللي فات. الله يرحمها. وكانت معايا، كنت انا قاعده معاها في المستشفى، وجمله ما ودوها العنايه راحوا متمسكه بيا، او كنت يعني انا اللي بقوم بخدمتها وانا على السرير هي كانت بتتحرك. وراحت لما حطوها في العنايه كانت متمسكه بيا قوي، كانت عايزاني ان انا ايه ابات معاها. مرضيش الدكتور يخليني ابات معاها عشان في الرعايه بيبقى ممنوع. بس قبليها انا كنت معاها، لما تعبت قوي قبل ما دخلوها الرعايه ما لقيتها شكلها اتغير كده وايدها تلجت وجسمها تلج كده، قلت لها شهدي شهدي ويعني وسامحيني وشهدي يا فاطمه. بقت شهدت ورفعت صباحها وشهدت وايه، وقلت لها سامحيني، راحت هزت راسها عشان كان حط لها جهاز كده في بقها، سامحيني ان كنت عملت لك حاجه او يعني انا معلش سامحيني في يعني ايه، ما تزعليش مني في اي حاجه، هزت لي كده وبرقت لي بعينها كده، يعني ازاي بتقولي كده عشان مش قادره تتكلم من الجهاز. وانا اليوم اللي دخلوها فيه الرعايه انا يا بنتي روحت من عندها الساعه 10 ونص كده، واخوها كان عندها لغايه الساعه 12، قال لي ده كويسه وكده والله يرحمها. الصبح كده راح ايه قالوا ايه سر الاله طلع، كان بلغونا الصبح الساعه ايه 11 الله يرحمها، عشان الزياره بتاعت العنايه بتبقى الساعه 1، ورحت انا بلغونا الساعه 11 بقى، يا ان شاء الله ما تشوفهاش بقى يا بنتي، ربنا يا هو يا رب لنا ولا اي حد. بس انا بقى انا يعني انا مش عارفه هي زعلانه مني بقى اللي انا ما بتش معاها، كانت متمسكه بايدي خالص، ماسكه ايدي خالص مش عايزه امشي. هل هي متمسكه بيا ودلوقتي زعلانه مني اللي انا مشيت وسبتها، ولا انا مش عارفه يعني انا مش عارفه اعمل ايه؟ يعني عايزه اسال سيدنا الشيخ، يعني انا دلوقتي غصب عني مشيت، مش انا ما مشيتش، وانا كنت معاها لغايه اخر لحظه. حاضر حاضر، تابعينا حضرتك. طيب معانا مين تاني؟ طيب يعني انا بيتهيألي احنا كنا لسه بنقول في الفاصل ايه، شايف اصعب فقدان هو الضنا، يا رب ما يكتبها على حد اللهم ابدا. اللهم امين. شايفه طبعا هي يعني انها يبقى عندها قادره ان هي حتى تقول لها اتشاهدي. لا هي بتقول لها هي زعلانه مني، مع ان انا عايز اقول لها هو ربنا اراد ان يكتب لك الجنه يا ام فاطمه، لان اللي يفقد ولده ويصبر ويحتسب يسبقه على باب الجنه، هنيئا لك الجنة. وإن كنت أعرف أن المصابة جلل، ولكن هقول لها إيه؟ هقول لها اصبري واحتسبي. ما أقدرش أقول لها ما تعطيش. طب ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مسك إبراهيم، فسيدنا إبراهيم يلاقيه سيدنا عمر يلاقيه بيبكي، يقول له أنت اللي بتبكي؟ يقول له إنها رحمة وإنه ولدي يا عمر. فأسأل الله ألا يسيئنا في أبنائنا ولا في بناتنا ولا في أولادنا، وأن تقر عيوننا بهم يا رب، وأن يجعلهم خيرة الشباب أمين والبنات. أمين يا رب. أمين. مصاب جلل، علشان كده اللي يصاب بالمصاب ده ويصبر ويحتسب، ربنا يقول
لا أجد له جزاء إلا الجنة. تخيلي، أنا والله سبحوني كنت أود أن أتحدث كما نحن في مفاتيح الجنة، لكن تخيل المنظر بتاع الأمهات. هو الحلقة من أولها أنا حتى قلت لحضرتك، قلت لك لو عايزنا نقلبها طاعة والبر نتكلم والله أبدا. بس تخيلي أنا يعني مستشرف كده يوم القيامة لما الأب يروح يقول له يا ولدي لقد كنت بك برا وعليك محسنا وإليك منفقا، أمعك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ يقول له أبتاه إنني أشكو مما أنت تشكو منه نفسي نفسي نفسي. الأم تروح وتقول له تقول لبنتها لقد كان حجري لك غطاء وحضني لك أمانة وصدري لك سقاء، أمعك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ تقول لها إنني أشكو مما أنت منه تشكين نفسي نفسي نفسي. مع إن النبي يقول الصلاة والسلام ولو طلب الولد حسنة من أبيه لأعطاه. تخيل كده. علشان كده حتى تعبير القرآن تعبير صعب قوي، تعبير إحنا اللي وحشين أمهاتنا وأبائنا لا يوم يفروا، مش كده ولا إيه؟ طبعا مين اللي بيفر؟ إحنا اللي هنفر، المرء من أخيه وأمه وأبيه. شوفي تعبير القرآن بتعبير كله حنية، عايز يقولك إن عمر أبوك وأمك ما يفروا منك أبدا، لكن أنت اللي هتفري. ولذلك حتى الصحابي لما برايح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يعلمه، لما حضرتك أو أمي أو أبويا لما كان بيسهر على راحتي وأنا مريض ولا وأنا بذاكر كان يتمنى لي طول العمر طب ورقي وحياة، وساعة الأم تدعي ده وتقول له ياخد من عمري ويدي لك يا ابني. صح. لكن أنا لما بخدمه لما كبر ولما يتعب شوية أول كلمة أقول إيه؟ ربنا يريحه بقى. يا الله، لا وساعة يقول إيه؟ شتان. أنا تعبت بقى. شتان شتان طبعا. ما بين قلب يتمنى لك الحياة وقلب يتمنى لك الموت، أمر صعب أوش. عشان كده بنقول البر محدش هيقدر عليه. عشان كده لما بتسألي بتقولي القبر بقولك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بقول لحضرتك البر يعني البر ممتد لحد فين؟ للقبر ولما بعد القبر. ما بعد القبر بإيه؟ بالدعاء. فين بقى؟ فين يا رسول الله؟ قال له زيارة قبرهما. زيارة إيه؟ قبرهما. والجماعة اللي هم دايما خالف تعرف يقول لك أصله هو ما بيحسش بيه وبيسمعنيش. يا أخي والله بيحس بيك وبيسمعك، أنت اللي مسكين، أنت اللي أغلقت أذانك قدام الدنيا كلها. والدليل على كده الرؤى هنا يا فضيلة الشيخ. نعم. يعني لو أنا رحت مثلا أزور قبر أمي أو أبوي أو جدتي هم بيبقوا شايفيننا والبصر هنا إيه؟ يعني والله رؤية مرة هنا تانية وتالتة ورابعة وخمسة شايفينك زي ما انا شايفك. طيب وقاعدين معاكي زي ما انت قاعده معايا. طب شايفيني وانا قدام القبر بس لما بروح لهم، ولا بيبقوا شايفيني حتى وانا ببيتي؟ هم شايفينك اونلاين 24 ساعه، شايفيني ال24 لانهم في دار رؤيا بلا عمل، وانت في دار عمل بلا رؤيا. هم في دار ايه؟ رؤيا بلا عمل، ونحن في دار عمل بلا رؤيا. طب احنا بنوحشهم؟ تخيل. طبعا طبعا. بمعنى ايه؟ هو وزي اكيد ما كنا أكيد في الدنيا زي ما كنا في الدنيا، اما نرفعهم واما نحطهم. عارفه لما ابوك يقول لك انت عليت راسي؟ طبعا. او لما ابويا يقول لي انت كسفتني قدام الناس كده. ايوه هما بيتباهوا بينا. سيدنا جابر في اعمالنا في الدنيا قال له يا بني انت ما صليتش العشاء حاضر ورا رسول الله ليه؟ لقد احرجتني واخزلتني في معسكر الموت امام اخواني. مش شوف العظمة قد ايه. ولذلك لما الميت يلاقي ابنه او بنته على معصية يقول اللهم اكتب له، الميت مش الحي، الميت، اللهم اكتب له توبة قبل موته، اللهم لا تقبضه الا اذا تبت عليه. يعني هم بيدعوا لينا حتى وهم في مكان. طيب يعني ما اعرفش حديث صحيح ولا لا، اللي هو لو الام ماتت تنده الملائكة ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل عملا صالحا نكرمك من اجلها. الله ابن عباس يقول لما قيل له أتبكي على فراق أمك؟ قال نعم، كان لي بابان من أبواب الجنة
كنت أعمل لأجلهما فأغلق باب بأبي وباب بأمي. في البر. نعم في البر. إما ليه باب في البر؟ ولذلك عبد الله بن عباس يا أستاذ يقول فيه ثلاث آيات في القرآن ما يقبلوش إلا ببعض. إزاي؟ أول حاجة ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لا يتقبل منه طاعة الله. الثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة لا تقبل صلاته. الثالثة أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لا يقبل منه شكر الله. ولذلك عشان أوريك بس واحدة تخش ممكن مدخلة دلوقتي تقول لك أمي رمتني في الشارع، أبويا رماني، أبويا ما صرفش علي، أبويا ما أنفقش، أبويا هقول لك يلزمك برهما دون حبهما. أنا ما بقولكيش حبيهم، اسألي عنه لازم ولكن تبري. مش لازم أنك تحبيه. ولذلك القرآن البلاغة، القرآن اللي كنا بنتكلم فيه في الفاصل، ربنا قال إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قالكش وحبهما. عشان ربما الأعمال بتاعتهم ما تخلكش تحبهم، لكن وصاحبهما أمرت بحسن المصاحبة. ولذلك الصحابية لما أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمها كافرة قدمت عليها، دخلت عليها، ماذا أفعل معها؟ أبر أمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بر أمك، أطيع أمك. عشان كده أنا عايز أقول للناس كلها إن أعظم أبواب الجنة وأعظم مفاتيح الجنة بر الوالدين. إحنا في أزمة خطيرة جدا، في أزمة النهاردة لما تيجي تقول لي أبوك كلمة سوء أو أمك كلمة سوء هقول لك كلمة، وأنا بقفل معاك النهاردة الحلقة عايز أقول لك كلمة كويسة قوي، إن كل ذنب في توبة منه. كل ذنب في إيه؟ توبة منه، إلا العقوق. إلا العقوق. وإن تبت وإن أحسنت وإن عفوا عنك، حتى وإن عفوا عنك لازم تجازى. أيوة، لا حتى إنك أنت ترجع وتصلح ده في الدنيا، حتى وإن صلحته. لا ما احنا بنقول باب التوبة مفتوح. حتى وإن صلحته لازم تجازى بمثلها من ولدك في الدنيا. داين تدان. كلمة أف للوالدين ما تنجوش. ولذلك الصحابي قال عجبا لأمر ربي، وضع الرحمة عنده والمغفرة عنده وما وضعها بين يدي أمي ولا أبي. يبقى الذنب اللي هتعمله في أبوك أو أمك لازم هيتعمل فيك من ابنك أو بنتك، لكن ربنا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير. يا رب. فضلت الشيخ بشكرك وأشوفك على خير إن شاء الله. بشكر الله. حضرتك جدا. بشكركم مشاهدينا وأشوف حضراتكم على خير إن شاء الله. لو عشت وكان لي عمري يوم الخميس الجاي بإذن الله أشوف حضراتكم بألف خير. سلام عليكم.